فقرة الفنون جميلة وبنشوف شو محضرت لنا عبير. عبير خبرينا شو عندك اليوم. طبعا ضمن فقرتي فنون جميلة راح طبعا مشاهدينا تعشق ربات المنازل وكذلك الأطفال الصغار في الأعمال الفنية اليدوية من خلالها يستخدمون الأدوات البسيطة. هذه الأدوات يحولونها إلى قطع فنية أو تحف فنية قد تضفي جمال على أركان المنزل. من خلال فقرتنا مشاهدينا يسعدنا أن أستضيف معي الأستاذة ندى السويدي مدربة محترفة في الفنون وكذلك الحرف اليدوية. يسعد صباحك معنا في برنامج صباح الشارقة. صباح النور. حياك الله. الله يحيش. وكذلك أيضا مشاهدينا عندنا إضافة مميزة ورشة عمل للأطفال. وخلنا نتعرف في البداية على المشاركين. اسمك؟ غاية. غاية. اسمك؟ آمنة. مستعدة اليوم؟ جاهزة؟ اسمك عزيزتي؟ شيخة. شيخة؟ جاهزة اليوم ويانا؟ بس في البداية أستاذة ندى خبرينا شو راح تقدمينا أو الفكرة الجديدة اللي راح تقدمينها من خلال الفقرة اليوم. بتكون الفقرة إن شاء الله الطباعة على القماش. نعم. المواد وايد سهلة ومتوفرة في كل مكان. نعم. نقدر نستخدم الطباعة على القماش يعني مثل القمصان أو الكوشنات أو. نعم. الأكياس القماشية. جميل. شو الأدوات المستخدمة؟ الأدوات اليوم بتكون رش إن شاء الله. رش. أوكي. وهالأدوات الكيس القماشي إن شاء الله. كيس القماش. والاستنسل. وبعد. هاي الاستنسل. جميل. بقدام الكاميرا بس نبين لهم. استنسل. شو الخطوات بس نتعرف على الخطوات. الخطوات تحط أي ورقة داخل علشان ما نخيس القماش. من الداخل. الأطفال معانا بعد. يلا شاركوا. همتكم معانا. هم عندهم. جاهزة. إيش. راح تحطين الورق داخل الحقيبة عشان ما تتسرب الألوان داخل. نعم. يلا حطوا أوراق. أعطونا. حاطين. هم حاطين. لا هذه مو محطية. هي حاطة. حاطة. تمام. طيب شو الإضافات أستاذة ممكن إحنا نستخدمها في الشنط وممكن بعد شو نستخدمها على القمصان؟ تيشيرتات. القمصان. والكوشنات. إيه. والمخدات ما شاء الله خبرة موهبة. تحبين الأعمال اليدوية ها شيخة؟ وايد تحبينها. متى آخر مرة اشتغلتي شغل بروحك؟ تعي يودي هان المايك. يودي خبريني متى آخر مرة اشتغلتي سويتي أعمال يدوية؟ ولا مرة اشتغلت بروحي. ولا مرة؟ أول مرة قاعد تشتغلين؟ حبيتي هالشيء؟ لا مو أول مرة. قرب المايك. قرب المايك. مو أول مرة. مو بأول مرة. شو قبل اشتغلتي؟ نفس الشيء أو لوحات يعني. يعني ما شاء الله من هواة الأعمال الفنية صح؟ بالتوفيق حبيبتي. خلنا نسأل بعد عليا. آمنة. شو سويتي أنتي؟ قبل سويت منها وسويت لوحات سويتي لوحات وبعد شو اللوحات اللي أنتي سويتيها؟ نسيت. نسيتي؟ إنزين الحين شو بتقدمين لنا؟ بسوي ورشة شنطة. إيه؟ وجاهزة حق الشغل. يلا راوينا الشغلة خلنا نشوفه. وانت يا غاية شو بتسوي لنا؟ شنطة. الله شنطتك حلوة. مسويت لنا خلنا نشوف الشكل. شكل مميز راح تشتغل عليها غاية. ابي حماس ابي مشاركة. انزين لا تخافين. نجهز القطعة بهالطريقة. نعم. ونيب قطعة الاستنسل نرشها بالصمغ الرش عشان تثبت. يعني شغلاتها بسيطة جدا. هي. أدوات. أيوة. هذا بس عشان اللصق أستاذة. هي. ها حق التلصيق عشان يثبت الاستنسل ما يتحرك معانا. تمام. إذا استخدمت اللاصق أو خلينا نقول الرش. هي. هو عبارة عن لاصق. لاصق. تمام. والخطوة اللي بعدها. نبدأ. شو برش. يلا اشتغلوا يلا خلنا نشوف ابداعاتكم. بنشوف من الاول مسابقة. تحسين في حماس شوية. ايتك غاية. وكيف يتم اختيار الالوان استاذة؟ عادي. احنا كل واحد وذوقه بالالوان. ايه اوكي تمام. خلني اشتغل بعد مع الاطفال اساعدهم. ايه تمام. انت شو اضفتي هذا اللون؟ راح اضيف لك هذا اللون بعد.
تساعدك. ها انتقاء، كيفية انتقاء الألوان أستاذة يعتمد على الشخص نفسه؟ هي على ذوقه والألوان اللي يحبها، الألوان اللي يحبها أو المكان اللي راح يشارك فيها، الزاوية الركن أو الموجودة في المنزل. ممكن يأخذ مثلا إذا كانت الصالة زرقاء يأخذ أزرق. هي أكيد. أي ممكن. شو بعد حينها غير؟ أوكي راح نشتغل على هذه عندك، هذه تحطي لونها تركواز بتطلع جميلة. يلا أبى أشوف حماسكم وين 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 وين. وبعدين شو الخطوة اللي بعدها؟ لون ثاني هنا أصفر. آه لون ثاني. يلا بنساعدها. هاي أنت بروحك تسويها. أشوف. يلا يلا. إيه اتفضل. الرش هذا شنو؟ الوان خاصه بالقماش. هذه الالوان تكون خاصه بالقماش يستخدمونها. نعم. ونقدر احنا ننتقل الالوان الموجوده من خلال طبعا حسب ذوق اللي قاعد يشتغل او حسب ذوق هوات الفنون. نقوم بازاله الستنسل. اي بعد عشان يطلع الشكل المطلوب. اساعد. شو تبين يطلع بهالطريقه؟ أوكي. تفضلي. تمام يتم إزالة. الله. وهذا الشكل النهائي أستاذة ندى. نعم. قدام الكاميرا الشكل النهائي. ألوان جميلة وما تأخذ بعد وقت أستاذة. لا ما تأخذ. ونقدر نطبقها على الكوشنة. وبعد عندنا نموذج جاهز. أوكي يعطيك العافية أستاذة ندى. راح نكمل معاكم ولكن بعد ما نتعرف مع زميلتي عليا وجمال. ما لديكم من فقرات؟